ومن برلين الدكتور رضوان قاسم الكاتب والباحث في الشؤون الدولية معنا عبر سكايب مباشرة. إذا بعد التحية دكتور رضوان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث على أن بلاده قد تعود مرة أخرى إلى اتفاقية الحبوب أو إلى مبادرة الحبوب، ولكن إذا التزم الغرب بتعهداته. برأيك دكتور رضوان، ما هي التعهدات التي يريدها بوتين من الغرب تجاه هذا الطرح؟ أولا تحياتي لك ولمشاهدي قناتك الكريمة. روسيا دائما كانت تطلب الحوار وكانت مستعدة لهذا الحوار، لكن تبين من وحتى من خلال المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه أنه كان الغرب يراوغ دائما ويكذب في تعهداته بأنه سيسمح للحبوب الروسية أن تصدر أيضا ويدفع ثمنها، وخاصة أن هنالك عقوبات، وأنت تعرف يعني سيدي الكريم أن هنالك عقوبات حول تحويل البنكي بالنسبة لعملية سويفت، وإلى ما هنالك حول روسيا، يعني يريدون أن يعني يستفيدوا من هذه الحبوب، ولكن لا يريدون دفع ثمنها لأنهم يعني يعتبرون أو بحجة أنه لا يستطيع دفع هذه الأموال عن طريق البنوك لروسيا. هذا من ناحية، من ناحية أخرى يريدون تصدير الحبوب من أوكرانيا وإبقاء الحبوب داخل روسيا، الحبوب الروسية داخل روسيا، وهذا ما لا يرضى به الروس بطبيعة الحال، فهم استفادوا لأكثر من مرة بهذه الحبوب على أنهم يطبقون هذه الاتفاقيات، تبين وخاصة أنهم كانوا يقولون أنهم يريدون أن يصدروا هذه الحبوب إلى الدول الفقيرة، تبين أن استولوا على هذه الحبوب الدول الغنية من الدول الغربية وتركوا الدول الفقيرة دون أي الحصول على أي نوع من هذه الحبوب. هناك مسار يعني تدخلت فيه الأمم المتحدة عندما قالت أنها وسيط فيما يبدو في هذه الاتفاقية أو هذه المبادرة، عندما طرحت تصدير الأسمدة الروسية وبالتالي تعود روسيا مرة أخرى إذا الاتفاقية بعد أن انسحبت. ترى برأيك كيف يمكن أن يسير هذا المسار، ولماذا لا يرضي روسيا في هذا التوقيت؟ يعني للحقيقة نكون واقعيين، نحن نعرف أن الأمم المتحدة هي تتكلم باللسان الأمريكي، فعندما يعني تتعهد بشيء ويكون على الواقع شيء آخر بالتأكيد لن ترضى روسيا في هذا الموضوع. الموضوع بكل بساطة على هذه الدول إذا أرادت أن تنفذ الاتفاقيات عليها أن تنفذها بحذافيرها، ومن الطرفين من قبل روسيا ومن قبل الغرب، وخاصة حول الحبوب وتصدير الحبوب الروسية ودفع الأموال لهذه الحبوب، يعني هذه لا تأتي هدية من الروس إلى الغرب والذين يحاربونه. فبالتأكيد عندما تطبق هذه الاتفاقية بحذافيرها وبكاملها الروس لن يرفضوا ذلك، ولا يرفضوا ذلك لأنه أيضا هم مستفيدون في هذا الحال. أما أن تطبق من ناحية واحدة وأن يسمح للحبوب الأوكرانية أن تخرج وتصدر للخارج، بينما الحبوب الروسية إما أن تبقى في الداخل وإما أن تؤخذ من قبل دول الغرب ولا تدفع ثمنها، بالتأكيد لن يرضى روس على هذا الموضوع، وهنا العقبة. لهذا كانت المحادثات مع تركيا في هذا الخصوص، وتبين أن الروس مستعدين للعودة إلى الحوار يعني التفاهم في هذا الموضوع، لكن الآن يجب على الغرب أن يرد على هذه المسألة. لا أعتقد أن الأمريكي سيسمح بهذه السهولة بالاستجابة إلى روسيا في هذا الموضوع. زيارة نادرة خارج بلاده، الزعيم الكوري الشمالي بحسب الإعلام من البيت الأبيض سوف يزور موسكو لإجراء مفاوضات بشأن إمداد روسيا بمزيد من الأسلحة. إذن كيف تقيم هذه الزيارة في رأيك، وهل هذا يمكن أن يثير قلق الغرب؟ لأن طبعا كما نعلم كوريا الشمالية لديها أسلحة نووية، وأيضا يعني يمكن أن تمد روسيا بمزيد من الأسلحة لمواجهة الغرب عموما. يعني أنا هنا أريد أن ألفت النظر، بغض النظر عما يقول الغرب إذا كان لمد الأسلحة لروسيا أم لا، لكن هذه الزيارة بالتأكيد ستكون زيارة مهمة على كافة الصعد، وهذا مما يقلق الغرب، هذا أمر طبيعي، والغرب أصلا قلق من كل ما يحدث في العالم وهم سبب أساسي فيه للأسف الشديد. لكن نحن أمام اليوم أمام اصطفاف دولي جديد كما كان في عهد الاتحاد السوفيتي السابق، يعني كان هنالك صفصاطين إذا صح التعبير مع الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، دول مع الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ودول مع الاتحاد السوفيتي من جهة أخرى. اليوم تغيرت التسميات، الأمريكي ما زال هو قائما مع الغرب، لكن اليوم روسيا وحلفائها
في الصف الآخر روسيا والصين وكوريا الشمالية. فمن الطبيعي أن يكون هنالك لقاءات، من الطبيعي أن يكون هنالك تحالفات وتقارب في وجهات النظر، لأن العدو يعتبرونه واحد والاستهداف واحد، أكان لكوريا الشمالية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وحلفاء أمريكا، أو أكان للصين كذلك وكذلك لروسيا. لهذا السبب الاصطفاف، لعودة الاصطفاف من جديد حول والانشقاق لهذا العالم حول جهتين مختلفتين، هذا أمر طبيعي عندما يأتي الرئيس الكوري الشمالي إلى روسيا. صحيح. إذا طرح وتفاصيل أشكرك عليها. كنت معنا فيها من برلين الدكتور رضوان قاسم، الكاتب والباحث في الشؤون الدولية. أشكرك شكرا جزيلا.